وردنا الآن خبر عاجل مفاده انتحار فتاة بسبب الزواج المبكر. بدي أروح أشتري أوعي للبنت عشان المدرسة يا أبو محمد. بلا هبل يا أم محمد، شو بدنا نستفيد من تعليمها؟ بكرة بدها تتزوج وتروح على دار جوزها، وخلي المصاري لشي تاني. أنا بدي أتعلم زي أخوي، من حقي أن أحصل على تعليمي. اسمعي حكي أبوكي، ما في عنا بنات تتعلم، هاي أنا تزوجت وما تعلمت يا بناتي يا نسرين. مالك يا نسرين؟ أهلي ما بدهم يعلموني زيك، وأنا مش راضي. لا تزعلي يا نسرين، أنا هسا بحكي مع أبوي وبقنعه عشان تتعلم. ليش يابا ما بدك أختي تتعلم؟ خليها تتعلم حتى تأمن مستقبلها. ليش بدك تعلم أختك يا محمد؟ ما هي راح تروح على دار جوزها. بجوز يا أبوي يكون ضمان لحياتها ومستقبلها. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا. الحماية من الإساءة والإهمال. المادة 19، يحق لي أن أحظى بالحماية من أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال. بطبخ مش فضيلك، روح أدرس وحل عني. بدي أروح ألعب، برجع أدرس بعدين لاحق أدرس. طيب روح اعمل اللي بدك إياه. خالد سمعي القصيدة. ما درست أستاذ. ليش ما درست بالله؟ أمي ما درستني ورحت ألعب مع أصحابي. طيب بلا حجج فارطة، اطلع برا، روح عند قلتك واحد. منيح إنه طلعني، أصلا ما كنت فاهم عليه إشي. ليش أنت برا الحصة يا خالد؟ الأستاذ طلعني برا لأني مش حافظ القصيدة. طيب انت ليش ما درست؟ امي ما بتدرسني ولا بتفضالي، الاستاذ كل حصه بيطلعني برا، ليش بدي ادرس؟ انت لازم تدرس عشان يكون لك مستقبل، بكره راح تكون عيله، بتحب ابنك كل حصه ينطرد؟ طيب شو اسوي؟ ما حدا بيساعدني. انت لازم تعتمد على حالك وتدرس واعمل اللي بتقدر عليه، وانا بساعدك. ان شاء الله يا استاذ، شكرا لك، انا راح اعمل بنصيحتك.